أكد مراسل إخبارية بأن قوات الجيش تمكنت من كسر عدة هجمات للميليشيا الإنقلابية في العديد من المحاور في تعز، حيث نجحت قوات الشرعية في لواء تهامة من صد هجوم للميليشيات الإنقلابية شمال يختل غرب تعز. بعد اشتباكات عنيفة تكبدت خلالها ميليشيا الإنقلاب خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث أسفرت تلك المواجهات عن مقتل العشرات من فلول ميليشيا الإنقلاب وإصابة آخرين. كما أحبطت وحدات الجيش هجوما للإنقلابيين على مواقعها بين محافظتي لحج وتعز.